الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الأول في موضوع الثقافة الاقتصادية لغير الاقتصاديين. أبدأ بالدرس الأول هذا، وإن شاء الله هناك يعني عقدت الدية لأن أقدم سلسلة كاملة حتى نهاية الاقتصاد الجزئي والكلي، حتى يتثقف المواطن العادي غير المتخصص بموضوع الاقتصاد ويفهم ماذا يجري داخل اقتصاده. وعلى بركة الله نبدأ، هذا هو الدرس الأول. لأن نبدأ بالسؤال البسيط، ما هو علم الاقتصاد؟ لكن قبل الإجابة على هذا السؤال البسيط المهم، من الضروري التعرف على مكونات النشاط الاقتصادي الأساسية، مكونات الأساسية للنشاط الاقتصادي. المكون الأول هو ما ينتجه أو يقوم على توفيره مختلف الناس أفرادا وجماعات من طعام وشراب وملابس وأدوات منزلية وثلاجات وغسالات وآلات من أشكال مختلفة بما فيها المعدات الثقيلة وأبنية سكنية وتجارية وطرق وجامعات ومستشفيات عامة إلى آخره. يعني كل شيء ملموس وغير ملموس، يعني يباع ويشترى، هو ما ينتجه أو يقوم على توفيره مختلف الناس أفراد وجماعات. وعادة ما نسمي من ينتج أو يوفر مثل هذه الأشياء نسميهم المنتجين أو العارضين. والمقصود بالعارضين كل من يعرض بضاعته للبيع ليشتريها من يحتاج إليها أو يرغب بها. الآن قصة الإنتاج أو مفهوم الإنتاج ينطبق على الشيء الملموس، كأن والله أقول أنني أنتجت من مزرعتي 3 كيلوغرامات من التفاح، أو أنني قدمت خدمة في عيادتي أو في مكتبي لبعض الناس خدمة شفوية، فهو إنتاج. إذن هذا المكون الأول من نشاط الإنتاج، وهو الإنتاج. المكون الثاني من يستهلك أو يشتري، يبتاع المقصود به باللغة العربية، يستهلك أو يشتري أو يبتاع الأشياء المنتجة. فمن يشتري الطعام والشراب والملابس وغيرها لأغراض منزلية نسميه مستهلك، ومجموعهم فئة المستهلكين، مجموع المستهلك فئة المستهلكين. ومن يشتري الآلات والمعدات الثقيلة فهو مستثمر، ومجموعهم فئة المستثمرين. اشتروها هنا يستهلك من أجل أن يأكل ويشرب، وربما يحتاج إلى ثلاجة، غسالة، أشياء منزلية. أما هنا المستثمرين اشتروها كي ينتجوا أو يوفروا بها أشياء أخرى. يعني عندما أشتري آلة معدات ثقيلة، جرافة، يعني حافلة، هذه كلها أحتاجها أو يعني اشتريتها أو طلبتها كي أنتج بها أو يوفر بها أشياء أخرى ليؤمنوا من ذلك دخلا يعيشون منه. ومن يشتري خدمة الطرق والجامعات والمستشفيات، اشترى خدمة الآن، لم يشتري الشارع ولا يشتري الجامعة، هذا نسميه المستعمل خدمة، عليه أن يدفع مقابل الاستعمال. في كثير من الحالات لا أريد أن أطرق، إذا كانت الطريق عام فهو يدفع ضرائب، إذا كانت الجامعات عامة يعني مملوكة من الحكومة يدفع رسوم قليلة أو مرخوش وما كان يعني، والمستشفيات عليه أن يدفع جزء من ضرائبه يعني توجه إلى هذه الخدمات. إذن المكون الأساسي الأول وهو الإنتاج، والثاني هو الاستهلاك والشراء وما شابه. هذا الآن يعني عندما نتحدث الآن عن مكونات النشاط الاقتصادي نتابع. هناك قوة عمل تباع وتشترى، يحتاج إليها المنتجون والمستهلكون معا. قوة العمل ضروري أحبتي المتابعين، هناك قوة عمل تباع وتشترى يحتاج إليها المنتجون والمستهلكون معا. وهنا كل منتج هو مستهلك بالضرورة كي يبقى على قيد الحياة، والعكس غير صحيح، فهناك فئة من المستهلكين، فئة من الناس مستهلكة فقط بسبب العمر، ربما كبير العمر لم يعد منتجا، أو أي معيق ربما عنده إعاقة، وهنا ربما العمر طفل صغير رضيع وهنا أمامه إعاقة، مكسور يده، مكسور رجله، أو أنه يعني من غير قوة إنتاجية. فهنا كل منتج هو مستهلك بالضرورة، وليس والعكس غير صحيح، فهناك فئة من الناس مستهلكة فقط بسبب العمر أو أي معيق الإنتاج. نتابع.
إذن ينقسم النشاط الاقتصادي الأساسي إلى صنفين. الصنف الأول الآن هو النشاط الاقتصادي الأساسي، هو الآن إنتاج أو عرض، هنا ننتج أشياء ملموسة وغير ملموسة، وما نقول ما يقوم المنتجون بعرضه أو العارضون بعرضه. هذا الآن إنتاج، عملية إنتاج، يعني لدينا هنا أبراج، محطة وقود أو محطة طاقة كهربائية، وهؤلاء المهندسين والعاملين الذين يعملون بها. وهذا الآن ينتج الآن طعام، شراب، ملابس، ثلاجات، غسالات، آلات من أشكال مختلفة بما فيها المعدات الثقيلة، وأبنية سكنية وتجارية وطرق وجامعات وسفيات عامة إلى آخره. الشكل الثاني الآن اللي هو طلب شراء، اللي هو الجانب الاستهلاكي، هذا الجانب الإنتاجي هنا، وهذا الجانب الاستهلاكي، هذا الآن استهلاك أو شراء. هذا الشخص يقوم بشراء ملابس، فإذا يطلب الملابس مقابل سعر معين. هذا الآن المقصود به هو فئة المستهلكين وفئة المستثمرين وفئة المستعملين، يعني الآن لم تقتصر فقط على استهلاك وشراء، ربما شراء حافلة، شراء آلة ثقيلة وهكذا. هنا الآن يحتاج إنتاج الأشياء المختلفة إلى ما نسميه موارد اقتصادية، مثل الأرض وقوة العمل والآلات، رأس المال نسميه آلات، وتنظيم له إدارة. أما الاستهلاك والشراء فيحتاج إلى رغبة أو حاجة وقوة شرائية كالنقود مثلا. فهنا الآن أحتاج إلى دنانير ودولارات وعملات ومكان من أجل أن أبني مصنعا أو أي شيء إنتاجي، أقوم ب يعني بإنتاج أشياء أستفيد منها. وهنا الآن نقود يجب علي المستهلك أن يمتلك قوة شرائية، نقود، دنانير، دولارات وما كانت الآن مهما كانت، حتى يستطيع أنه يعني يلبي حاجته ورغبته بشراء الأشياء المختلفة. نتابع، نعود إلى السؤال البسيط، ما هو علم الاقتصاد؟ علم الاقتصاد هو توظيف الموارد الاقتصادية المتاحة في أفضل البدائل والاستخدامات والخيارات الممكنة. إذن علم الاقتصاد هو توظيف الموارد الاقتصادية، أرض وعمالة ورأس مال وقدرة تنظيمية، حتى القوانين سأذكرها بعد قليل، استخدامها وتوظيفها في أفضل البدائل والاستخدامات والخيارات الممكنة، بحيث يعمل كل هذا الاستعمال على تعظيم الفوائد المادية والمعنوية منها. هذا الآن الشخص لديه مبلغ من النقود والموارد، نقود، رأس مال، مهما سميناه الآن، يسأل سؤاله، ماذا أفعل بهذا النقود؟ هل أشتري سيارة أكتسب منها معاشا؟ هل أشتري بيت العمر؟ فهذا السؤال المحير، هذا السؤال يعني الآن توظيف هذا المورد الاقتصادي، دعنا نفترض بأنه مالا نقودا أو ربما قوة عمل مهما كان، يعني ليس فقط مال، توظيف الموارد الاقتصادية متاح في أفضل بدائل. فهو يسأل أين أفضل، أن أشتري البيت أم أشتري سيارة وهكذا. هنا الآن هذه الفتاة تطرح أسئلة، الاقتصاد هو علم الخيارات وضرورات الاختيار، تطرح سؤال على نفسها، هل أتخصص في الطب؟ هل أدرس هندسة؟ هل أبحث عن وظيفة؟ هل أتزوج؟ وتقول قراري سيحدد مصيري، قراري سيحدد مصيري. أخيرا الآن الموارد الاقتصادية للتذكير بها هي الأرض وما بها وما عليها، هنا قوة العمل الماهرة وغير الماهرة، عندي هون رأس المال المادي، آلات ومعدات وخطوط إنتاج وما شابه، هنا التنظيم الإدارة، يعني يجب أن يكون لعملية إنتاج عملية إدارية، كيف نرتب كل هذه الأشياء، ويجب أن يكون هناك قوانين وتشريعات وعادات حميدة. هنا أذكركم الأرض للسكن والزراعة والمشاريع الصناعية على سبيل المثال، هنا الآن قوة العمل بأشكالها المختلفة الماهرة وغير الماهرة، هنا آلات ومعدات رأس مال هذه، وهنا الآن تنظيم وإدارة، لاحظوا لي تنظيم وإدارة، وأخيرا قوانين وعادات حميدة. لا يمكن أن تستقيم عملية الإنتاج إلا إذا كانت هناك قوانين حميدة. هذه الموارد الأول أرض قوة عمل، طبعا ترتيبها لا يعني بشيء، يجب أن تتوافر آنيا، يجب أن تتوافر الأرض مع قوة العمل مع رأس المال مع القدرة على التنظيم، وأخيرا التشريعات هذه يجب أن تتوافر آنيا حتى يتم الآن إنتاج الأشياء واستهلاكها، بيعها وشراءها وهكذا.
أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع السريع، راجيا أن يكون باكورة أعمال في الثقافة الاقتصادية. هذا هو الدرس الأول، وذلك إن شاء الله قريبا سأنتج وأبث الدرس الثاني في الثقافة الاقتصادية لغير الاقتصاديين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى.